بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكملين إن شاء الله بإذن الله في البوست في الإبيسود ده. راح نتكلم في النقطة الأولانية عن حاجة اسمها الفيتشر إيميج أو الفيتشرد إيميج. ده بيكون آخر بانل من تحت. طبعا احنا عارفين ان البانل زيت كلها فليكسبل، يعني ممكن تشدها تحركها زي ما انت عايز كده، فاهمني؟ طيب الفيتشر ايمج ديت يا جماعه بمنتهى البساطه ده عباره عن اسمها كده فيتشر ايمج، يعني صوره بس فيتشرد، صوره مميزه شويه كده. تمام، دي خاصيه. الخاصيه دي بمنتهى البساطه بتخلي في صوره معينه في الفوكس بتاع البوست ده. طيب يعني ايه انت عايز تقول ايه؟ طيب الامر يا جماعه نسبي، يعني بيختلف من ثيم لثيم، يعني على حسب التمبلت اللي انت مطبقه بوردبريس الفيتشر ايمج ممكن تكون شغاله وممكن تكون مش شغاله. تمام اوكي، احنا غيرنا الثيم بتاعنا، كنا شغالين على ثيم معين ورحنا غيرناه. تمام كده، يعني لو انا رحت للابيرنس، وده مش كلامنا دلوقتي، يعني كلامنا عن الثيمز ان شاء الله باذن الله هيجي في خلال لحظات. احنا كنا شغالين على 2011، غيرناه خلينا حاجة اسمها سبيكيوليت على ما اظن. ده بيبان في موضوع الفيتشر ايمج، وهنعرف ليه اشمعنى يعني الثيم ده بالذات، عشان احنا عملنا مفضلة او زي عملنا زي فلترة من للثيمات علشان ناخد ثيم بيدينا الابيليتي بتاعت الفيتشر ايمج. ارجع للبوست مرة تاني، للبوست مرة تانية، وتدوينة رقم 2 ده شكل بتاع التدوينة بتاعتي. طبعا التدوينة ما فيهاش اي حاجة غير الصورة، خليني انا امسح الصورة كمان واعمل ابديت. مش هلاقي طبعا اي حاجة في التدوينة غير الاسم بتاعها بس. تمام كده، لو انت كنت عايز تشوف التدوينة رقم 1 هتلاقي، بص التدوينة رقم 1 هي طبعا اخذ كده حالة جميلة، لان الثيم ده يعني لو انت بصيت على التدوينة رقم 1، لو انا رجعت للبوست مرة تانية هتلاقي ان انت حاطط في التدوينة رقم 1 انها من نوع ايمج، فعلشان كده حاطلك زي خط كده في بالصورة، فاهمني؟ فانت لو كليكيت عليها هتحاول تفتح لك الامر ده. ده لاني غيرت الثيم، ده اللي انا كنت بقول لحضراتكم، يعني موضوع انك تختار البوستس المختلفة، انها تبقى مثلا اسايت اور ارتكل، الفورمات بتاع البوست، الموضوع ده بيختلف من ثيم لثيم ومن تمبلت لتمبلت، والجوانب دي جوانب جمالية بتبقى مكفولة في قلب ووردبريس. رايت اوكي، مش قصتنا، قصتنا دلوقتي في الفيتشر ايمج. خلينا نشوف، انا اعمل ست فيتشر ايمج، وطبعا مش قصتنا المكتبه والميديا، الكلام ده هنجيله ان شاء الله باذن الله. انا هختار صوره معينه من ضمن الصوره خليها كفيتشر ايمج واعمل ابديت، وخد بالك اني انا اصلا ما حطيتش اي كونتنت في المحتوى بتاعي، مفيش بس غير اني اسم التدوينه كده بس. خليني اعمل ريفرش وتشوف الفرق بقى ما بين الاثنين دول. دي الفيتشر ايمج يا جماعه اهو، شفت انت الابيليتي دي؟ يبقى الفيتشر ايمج دي صوره بتتحط في بدايه الموضوع قبل حتى التدوينه اتسلف نفسها. تمام كده، دي بنسميها الفيتشر ايمج، يعني زي انت هتحاول تتكلم عن توبيك معين لموضوع معين او ليه صوره معينه بتدل على الكونتنت بتاعه، فخليها في الفيتشر. تمام كده، لو انت كنت بتعالج موضوع انستراكشنال حاول تصمم يور اون بيكتشرز وخليهم كلهم في الفيتشرز، الدرس الاول الثاني الثالث الرابع وهكذا، من الامور المختلفه اللي ممكن تساعدك في انك تركز او تلفت انتباه الناس اللي بترتاد الموقع بتاعك على موضوع الفيتشرد ايمج. يبقى دي صوره فيتشرد من اسمها كده، صوره بتتحط في مكان فوكس في بدايه التوبيك خالص. تمام كده، والامر النسبي، لو انا غيرت الثيم هلاقي تاثيرها بيختلف عن ثيم تاني وهكذا الامور. تمام، ديت نقطه من ضمن النقط اللي احنا كنا عايزين نحكي عليها.